أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا أيها الإخوة ومجلسنا مجالس التفسير في سورة الأعراف في المجلس الرابع، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. لعلي قبل أن أبدأ بهذا المقطع، فيه آية تحتاج إلى تعقيب وإلى بيان، هي أصل يمكن أن نستفيد منه في ظل الأحداث التي تجري في أيامنا هذه. وكتاب الله عز وجل أيها الإخوة هاد وبصير ومبصر، ففيه الحل الأمثل والعلاج الأكمل لما تعيشه الأمة من أحداث وما يحزبها من أزمات. لا بد أيها الإخوة أن نلجأ في مثل هذه الفتن وهذه الأحوال والأحداث إلى كتاب الله عز وجل، ففيه الهدى والبيان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من الآيات التي مرت علينا في قصة إبليس، قصة آدم وإبليس، مما استفاد منها المفسرون وذكره المفسرون في قول الله عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. استنبط المفسرون من هذه الآية أصل من الأصول التي يمكن أن تتمثل في واقعنا الذي نعيشه. قالوا: من هذه الآية يؤخذ منها أن لأهل المحلة والبلد أن يخرجوا من عاث في الأرض فسادا خشية من فساده وشره، وليسلم البلد بصلاحه ومن فيه. في قوله عز وجل: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، هذا يتمثل أيضا في أرض الله عز وجل الذي جعلها الله تعالى هذه الأرض ليعبد الله تعالى فيها. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أي مستخلفه لعبادته. فإذا طغى الإنسان وتجبر وتكبر فليس أهلاً إلى أن ينال على هذه الأرض سلطة ولا حكماً ولا مقاماً. والذي نشاهده أيها الإخوة في مثل الأحداث الجارية في البلاد الإسلامية والعربية التي حدثت فيها ما حدث من انتفاضات ومظاهرات شعبية، قد يتمثل فيها مثل هذه الآية. فإن هذه الشعوب التي انتفضت ما انتفضت إلا بعد ظلم وضيم وقهر وتسلط وسلب للأموال والحقوق وظلم للعباد. والله عز وجل ناصر المستضعفين وقاهر للجبابرة المستكبرين.
فمن سنته سبحانه وتعالى أنه يقسم الجبابرة والمستكبرين، فحق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه في هذه الدنيا. ونحن نرى ونشاهد أيها الإخوة ما أصاب أمة الإسلام وبلاد الإسلام والبلاد العربية خاصة من ظلم وضيم وفساد من أولئك الطغاة الذين قهروا شعوبهم وسلبوهم حقوقهم، بل إنهم تجاوزوا بذلك فأقاموا حكماً ليس حكم الله عز وجل ولا شرعه، بل هي قوانين ودساتير مخالفة لشرع الله. والأعظم من ذلك أن أحدهم يمنع عياذاً بالله الصلاة في غير المساجد كمثل الدوائر الحكومية وغيرها، بل يمنع الصلاة في غير أوقاتها، بمعنى أن الإنسان ليس له أن يدخل المسجد في غير الصلاة. أحصل هذا في عهد سبقنا أن يمنع بيت الله أن يذكر فيها اسمه؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ بل قد تجاوز وطغى حتى منع النساء من حجابهن الذي أمرهن خالقهن به، وأعلن مظاهر العلمنة والكفر والتغريب. والله عز وجل يمهل ولا يهمل، فحق على الله عز وجل أن يكسر شوكة المستكبرين. وما نراه والله يا إخواني ما نراه إلا آية من آيات الله، فما وقع ليس بفعل وتخطيط بشري يقينا، إنما هو بأمر الله عز وجل وآية من آياته سبحانه وتعالى، لأنه ابتدأ من مقهورين مظلومين. ما أشعل ذاك الرجل نفسه إلا بعد أن منع من وظيفته أو منع من العمل وسلب منه رزقه وأهينت كرامته، فصفعته امرأة جندية على وجهه. ماذا بعد ذلك من الظلم والضيم والقهر؟ فأذن الله عز وجل بنصرة ذلك المظلوم ومن هو على مثله. والآخر ذلك أيضا الطاغية الذي هو الآن يسوم شعبه سوء العذاب فيقهرهم ويهددهم بالإبادة ويستخدم في قتلهم شعوبا من غيرهم ويسلط عليهم جنوده وسلاح. هذا الطاغية طاغية ليبيا الذي أفتت هيئة كبار العلماء في هذه المملكة قبل 30 سنة أو يزيد بكفره وضلاله. لماذا؟ أتى بيحدثنا أحد المشايخ الليبيين يقول كنت معيدا في إحدى الجامعات، فجمعنا أساتذة الجامعة كلنا وقال أنا أتى بالإنجيل والتوراة والقرآن، فوضعها أمامه وقال قد جمعت هذه الكتب الثلاثة في هذا الكتاب، يقصد الكتاب الأخضر عياذا بالله. هل بعد هذا كفر وضلال وافتراء أن يتألى على الله عز وجل فيخرج للناس كتابا غير كتب الله تعالى؟ ثم غير ذلك من الضلال الذي سام به شعبه وعباد الله عز وجل، فيستحق والله الدعاء، وتتمثل فيه وفي أمثاله ممن سبقه قول الله عز وجل هنا: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هذه سنة إلهية أن المتكبر المتجبر على عباد الله لا يمكن أن يبقى، فحذاري حذار أيها الإخوة
أن يتكبر ويتجبر الإنسان حتى على يعني أضعف الناس. ومن مثل ذلك يا أخواني ما نراه اليوم من يعني تكبر بعض الناس على أولئك الضعفاء الذين هم سخرهم الله لنا من العمالة وغيرهم. بعض الناس عياذا بالله يجد في نفسه الكبر والفخر والطبقية والعلو على مثل هؤلاء. من أنت ومن خلقك وما أعلمك أنك خير منه؟ رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. فما أجدر أيها الإخوة أن نعي هذه السنة الإلهية في مثل هذه الآية الكريمة، وأن نعلم أنها ما يحصل اليوم من قهر للجبابرة وكسر لشوكتهم وإصغارهم وإذلالهم هو والله من الله وحده، ليس لأحد من البشر سبب إلا عون إلا إرادة الله وحكمه. وهي آية من آيات الله عز وجل: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، يمهل ولا يهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ننتقل للآيات التي معنا، وهي تحدثنا عنها، وهي قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا أيها الإخوة هو ذكر لحال المؤمنين الذين استقاموا على طريق الله الحق وتركوا الشيطان ووسوسته، هذا جزاؤهم: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم بيّن الله صفات أهل الجنة وكيف حالهم، وهم ينعمون بتلك النعمة العظيمة، نعمة الجنة ونعيمها وما فيها من خير ولذة وسرور. يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزع الغل منهم قبل أن يدخلوا الجنة، في القنطرة التي يجتمع فيها المؤمنون قبل أن يؤذن لهم في الجنة إلى الجنة، فينزع الله عز وجل من قلوبهم تلك الضغائن والحسد والبغضاء والغيرة التي تكون بين النساء، كل ذلك تصفو منه القلوب لأنه من عمل الشيطان، ولا يمكن لعمل الشيطان أن يدخل الجنة أبداً. كل عمل من عمل الشيطان في النفوس لا يمكن أن يدخل الجنة. فأذن الله لصفاء قلوبهم حتى أيضاً ينعموا بنعيم الإنسان. يا أخواني مهما كان في غاية نعيم، إذا لم يصفو قلبه لا يشعر بهذه اللذة والسرور. وهذا في مثل حاله للدنيا، الدنيا ذلك الرجل الذي يملك قصراً منيفاً وعظيماً وحدائق النار، لا يمكن أن ينعم به إذا لم يكن صدره وقلبه في صفاء وراحة نفسية وسعادة من ربه بطاعته. ثم يبين الله عز وجل ما يستحضرونه من النعمة كما ذكرت لكم، وهي قوله: قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. علموا أن ما هم فيه من الله وحده، حتى لم ينسبوا ذلك إلى أعمالهم، لم يقولوا هذا بأعمالنا، لأنهم رأوا وعلموا أن أعمالهم لا شيء ولا تساوي ذرة في ميزان هذا النعيم العظيم المقيم. ثم قال: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الآية أيها الإخوة يجب أن نستحضرها الآن فيما نحن فيه من نعمة الهداية والتوفيق والسعادة لدين الله عز وجل، والذي حرمه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. قال الله عز وجل عنهم: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما معنى جاءت رسلنا بالحق؟ وما مناسبته ذكر الجنة هنا؟ تتضمن معنيين. المعنى الأول أنهم عرفوا وأيقنوا وأقروا بأن ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الله وتوحيد الله وعبادة الله والدعوة إلى عبادة الله هو الحق. قالوا هنا: رب لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وهو الدين الذي أوصلنا به الله تعالى إلى هذه الجنة. والمعنى الثاني: لقد جاءت رسلنا بالحق فيما وعدونا به،
فيما وعدون به من الجنة، وأنكم سترون وستنعمون وستجدون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم أهل الجنة بأحاديث كثيرة. فهذه الآية تشتمل المعنيين. ثم قال الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نودوا نداء إيش؟ نودوا نداء كرامة وضيافة، كأنه قال: تفضلوا لمقامكم الكريم. فالنداء هنا نداء إلهي كريم من رب كريم عظيم لطيف رحيم إلى عباد مكرمون مؤمنون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. لماذا قال أورثتموها ولم يقل أن تلكم الجنة أدخلتموها أو جوزيتم بها؟ لماذا عبر هنا بأورثتم؟ نعم، جيد، هذا معنى أنهم أورثوها بعد أن كتبها الله لآدم ثم خرج منها فورثوها أبناؤه هو وأبناؤه بعد ذلك، هذا معنى. نعم، لكن ليس مقعد الجنة وريثا للمقعد النار. سم ها؟ تمليك، جيد، طيب، هذا معنى لطيف. نعم نعم، يعني نحن نمثل بمثال الدنيا. الآن الإنسان إذا ورث مال من أبيه وهذا المال مال عظيم، هل ورثه بتعب؟ ما له تعب. هل ورثه بجزاء عمله، يعني عمل شهور حتى ناله؟ لا أبدا، ناله وهو نائم، يعني أتاه هذا المال في بيته من غير تعب ولا عمل، من غير تعب ولا عمل. فكأن الله تعالى يقول: أورثتموها، يعني أعطيتموها ليس مقابل تعب ولا عمل، يعني حتى عملكم ليس هو جزاء لهذا، ليس هذا جزاء العمل. قال الله عز وجل: بما كنتم تعملون، هذا العمل ليس هو الجزاء وإنما هو سبب. من كان تقيا، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرت لكم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا يا رسول الله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإشارة هنا إلى أنكم ستنالون الجنة بغير تعب ولا مقابل عمل، لأن العمل الذي تستحق هذه الجنة لا يطيقه أحد ولا يمكن أن تأتون به كما ينبغي. فأكرمنا، يكرم الله تعالى عباده المؤمنين، ونسأله تعالى يجعلنا جميعا من المكرمين بهذه الجنة بغير تعب ولا جهد عظيم مقابل هذه الجنة. قال الله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذا من تمام الإكرام لأهل الجنة وتمام الإهانة والتعذيب لأهل النار. ينادي أهل الجنة النار، والله أعلم كيف ينادونهم، بين الجنة والنار مفازات ومسافات بعيدة لا شك، لأن السماوات وسعت والجنة وسعت السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فكيف ينادونهم؟ بأمر الله تعالى ينادونهم ويسمعون ويستمعون. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في الجنة، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأجاب أهل النار قالوا: نعم، أقروا، نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النار بسبب التكذيب والكفر. ثم يأتي هنا المؤذن بينهما ليفصل الفصل التام الذي فيه قضاء لأهل الجنة بالنعيم التام، وقضاء على أهل النار بالعذاب الدائم التام. قال الله: فأذن، أعلن، يعني إعلان، الأذان هو الإعلام،
مؤذن بينهما أن لعنة الله على الظالمين، أعوذ بالله. طرد، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم، والظلم هو التجاوز، الظلم هو التجاوز عما عما أمر الله عز وجل وأمر به. قال الله في صفات هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، طيب أين عملهم؟ هم في أصلهم على الكفر، وزادوا على ذلك بصدهم عن سبيل الله عياذا بالله. وهذا يؤكد ويبين أن من أعظم أعمال أهل النار الصد عن سبيل الله. فإذا رأيت إنسانا يصد عن سبيل الله فهو أعظم من الكافر بكفره، لأن الكافر بكفره على نفسه، لكن الذي يصد عن سبيل الله تجاوز وتعدى على أمر الله وعلى عباد الله فصرفهم عن طاعة الله. ويبغونها عوجا، لاحظ أيها الإخوة، قال الذين يصدون، والتعبير بالمضارع، ما قال الذين صدوا، لأن الحديث هنا عن أهل الجنة والنار. لماذا عبر بالمضارع؟ من يأتي لي بالسر والله أعلم في التعبير بالمضارع، مع أن الحديث بين أهل الجنة والنار، ما قال الذين صدوا عن سبيل الله، قال الذين يصدون، فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار، لأن الحديث والخطاب لمن في الأصل؟ للمشركين، مشركي قريش الذين تمثلوا بهذه الصفة تماما، فصدوا عباد الله عز وجل عن دين الله وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام. فكأنها الآية تشير إليهم هم، وأنهم أهل النار بصدهم، وهذا مبالغة وزيادة في الاستنكار عليهم وتوبيخهم وتهديدهم بالعذاب إن أقاموا على هذا العمل. قال الله ويبغونها عوجا، لاحظوا كلمة يبغون، البغي ما يبغي، يعني لو قلت أبغي كذا فهو يتطلع ويرجو ويحب العوج، أعوذ بالله. كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد، وهنا قال ويبغي، فهم يبغون ويريدون أن تكون عوجا. ويبغونها، ما هي؟ سبيل الله، لأن الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، يعوجون بالناس في طرق غير طريق الله المستقيم، وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة كافرون. وهذا وصف متمثل في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله، يعني انتقل الحديث أو استمر الحديث في حال أهل الجنة والنار، وبينهما حجاب، بين أهل الجنة والنار حجاب، حاجز. وذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بينهما إيش؟ سور، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فبينهما حجاب. ما هذا الحجاب؟ الله تعالى أعلم به. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي بعلاماتهم. وعلى الأعراف رجال، ما هي الأعراف؟ الأعراف في اللغة جمع عرف، وهو ما ارتفع من الشيء، ولذلك يقال عرف الفرس وهو شعره الذي على رقبته، وعرف الديك وهو أيضا ما فوق رأسه، فالعرف مرتفع، فهو هنا منطقة أو مكان مرتفع بين الجنة والنار، مكان مرتفع. هذا المكان من يكون فيه؟ قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. من هم هؤلاء الرجال؟ هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافا واسعا، خلاصته أن عامة أقوال السلف، أن أصحاب الأعراف، رجال الأعراف، هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم،
استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يؤذن لهم برحمة الله إن يدخلوا الجنة ولا بعقابه فيدخل النار يطهر. فهم ما زالوا في مرحلة الانتظار، ولذلك قال لم يدخلوها أي الجنة وهم يطمعون أن يدخلوها، يطمعون أن يدخلوها. هذا القول الأول. القول الثاني أن الذين على هؤلاء على هذه الأعراف هم من كانوا في منزلة عالية يشهدهم الله على أهل الجنة وعلى أهل النار. من هم؟ الأنبياء وأهل الجهاد مجاهدون. والدليل على ذلك، استدلوا على ذلك بكلمة في الآية، ما هي؟ لا، رجال. فقالوا أن التصريح بكلمة رجال يدل على أن هذه المنزلة أو هذا المكان لأناس أو لصفة ليس فيهم نساء، والصفة التي ليس فيها النساء في الأصل هي النبوة والجهاد، لأن ليس على النساء جهاد. فالله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. وإن كان الحديث عن تخصيص الرجال هنا ليس على إطلاقه، لأنه قد يعم النساء، قد يعم النساء، لكن ذكر تغليبا الرجال. الحقيقة يعني لم أستطع أن أجد يعني دليلا وظاهرا في الترجيح بين المعنيين، كل منهما له قول، خصوصا يتهيب الإنسان أن يخالف يعني ما جاء عن السلف غالبا، يعني غالب ما جاء عن السلف في المعنى الأول. وإلا فالمعنى الثاني دال له دلالات في الآية، وهي أنهم قولهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وقوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار، هذا شهادة وحكم. وهؤلاء إذا كانوا بين يعني إذا كانوا استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم في موضع من انشغال بأنفسهم، لم يكونوا بشغل بحال أهل النار في سؤالهم وتبكيتهم ونحو ذلك، لكن الله تعالى أعلم بالصواب. قال الله عز وجل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا رأوا أهل النار صرفت، لم يقولوا صرفوا، لاحظ كلمة صرفت، يعني إذا التفتوا فجأة على اليسار على شمالهم أو أبصارهم تلقاء، يعني وإذا صرفت أبصارهم تلقاء جهة أهل النار، وإلا فهم لا يريدون الانصراف لا شك. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار بعلاماتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا، اجتماعكم وتحزبكم وكفركم بأنبيائكم وما كنتم تستكبرون. لاحظ كلمة الاستكبار هنا أيضا جاءت في سياق اتصال ذكر استكبار إبليس. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي هؤلاء المؤمنون الذين كنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم أنهم لا ينالهم الله برحمة، قيل لهم أدخلوا الجنة أو نقول لهم أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار، ما زال المحاجة هنا بين أهل النار وأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، حين يعطشون فلا يشربون إلا الحميم فيزدادون به عطشا وعذابا، وحين لا يجدون ما يأكلون فلا يأكلون إلا صديد أهل النار عياذا بالله، ينادون أهل الجنة من أقربائهم، حتى ورد أن الرجل ينادي صاحبه في الجنة يا فلان أسقني ماء فقد احترقت، فيقول له قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الله عز وجل الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين.
هذا وعد صادق من الله عز وجل. ثم ذكر صفاتهم أيضا، انظر أيها الإخوة لتخويف هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحذيرا لهم أنكم إذا دمتم استمررتم على ما أنتم عليه فإن هذا حالكم في النار، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، عياذا بالله، يعني دينهم لهو ولعب حسب ما استهوته أنفسهم وأرادته أهواءهم، لهوا ولعب ما يوافق أهواءهم، هذا دينهم، دينه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل ما أحب يأتي من حلال أو حرام، وغرتهم الحياة الدنيا، يشغلوا بالدنيا ونسوا الآخرة، وكان همهم جمع هذه الدنيا والتفاخر بها والتكاثر من أموالها وقصورها ونسيان أمر الآخرة. هذا حال أهل النار. فاليوم قال الله ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، عياذا بالله. والله إن هذه الكلمة ليخشعر من القلب والجسد أيها الإخوة، قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقد جاءت هذه الآية في كثير من القرآن، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا في الدنيا، وسيكون حالهم في الآخرة أن الله ينساهم، وليس نسيانهم أن الله لا يعلم عن حالهم وإنما يتركهم، مثل ما يقول انسوا يا رجال ولله المثل الأعلى، يعني اتركوا. ونسيانهم هنا إذلال واحتقار لا يؤبه بهم ولا ينظر إلى صراخهم ولا إلى عويلهم ولا إلى ندائهم، عياذا بالله. وما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم قال الله عز وجل إقرارا لهم بأن هذا من عند أنفسهم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، كلمة فصلناه هنا تكررت في السورة كما ذكرت لكم، دلك على أن غرض السورة هي محاجة الكافرين ودمغ أقوالهم وتكذيبهم وإظهار الحق لهم تماما، ليس لهم حجة، دمغ الباطل بهذه الحجج، على علم بما يصلح الناس وبما يحتاجون في حياتهم، على علم هدى أي هذا القرآن ورحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله يجعل هذا القرآن لنا علما وهدى ورحمة. فانظروا أيها الإخوة أن الله عز وجل يبين أن هذا القرآن هو سبيل العلم وهو سبيل الهداية وهو سبيل الرحمة لمن أراد الرحمة، وهذا الذي يدعونا إخوان الكرام أن نرتبط بكتاب الله حتى نسلك طريق الله عز وجل على الوجه الصحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما هو هل ينظرون إلا تأويل ماذا؟ يوم القيامة، يعني وقوعه، التأويل هنا الوقوع، يوم يأتي وقوعه، تأويله أي وقوعه، يقول الذين نسوه من قبل وغفلوا عنه وكذبوا به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء، يريدون أن يتعلقون بالقش بأي سبب للنجاة فلا يجدون، أو فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل هذه الآية أيها الإخوة هي في انتهاء الأمر مع الكافرين، وأنه لا حجة لهم، فقد أبان الله لهم السبيل وبين لهم الحق، فصل لهم بعلم وهداهم لهذا القرآن وأعطاهم كل ما يحتاجونه من بيان، لكنهم خسروا بتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم. نقف هنا وقفة يسيرة، نسأل ربنا عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من المهتدين وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ووسوسته وكيده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.